عايزين نتكلم من النهارده كمان. نادينا النادي الاهلي العظيم بيسافر الى دبي، مشوار جديد ومجد جديد ان شاء الله في بطوله كاس العالم للانديه. طبعا وصول بعثتنا النهارده، وعايز اتكلم سريعا لان في طبعا طموحاتنا كجماهير النادي الاهلي، احنا عارفين الاهلي بمن حضر، لكن خلينا نتكلم بكل امانه، البطوله صعبه، غياب عدد كبير جدا من اللعيبه، اعتقد هيبقى الظروف صعبه جدا، لكن انا زي ما بنقول ودايما بنقول الاهلي بمن حضر، لكن كل الدعم لفرقتنا ان شاء الله. البعثه طبعا الصوره اللي قدام حضراتكم من وصول البعثه من خلال يمكن تلت ساعه او ربع ساعه من دلوقتي، وصول البعثه وكل الناس متواجده طبعا، طبعا اعضاء مجلس الاداره، اللاعبين، الجهاز الفني، كل الناس ملتزمه بشكل اكثر من رائع، وكلنا بنقول يا رب. النادي الاهلي بيمثل مصر اولا واخيرا، النادي الاهلي كمان بيمر بظروف صعبه كلنا عارفينها، ظروف الاصابه والاصابات الكثيره جدا جدا، غياب لاعبين مؤثرين كتير جدا جدا. احنا بنتكلم دايما النادي الاهلي مش هقول انه بيدفع ضريبه ان هو معظم لعيبته في المنتخبات القوميه على مر العصور، لكن هو دوت واجب النادي الاهلي، واجب النادي الاهلي ان هو بنشتغل على طبعا ان احنا نحافظ على اسم نادينا ويكون اسم نادينا دايما في رقم واحد، لكن كمان على المستوى الاعلى بنتكلم على منتخب مصر واسم مصر، ودايما لعيبه النادي الاهلي هي لعيبه بتتحمل مسؤوليه، واي لعيب بيحمل تيشيرت النادي الاهلي زي ما شفنا في يمكن مباريات كاس الرابطه، وقد ايه اللعيبه الصغيره اللي لسه طالعه عندها هذا الجين زي ما بتكلم الدي ان ايه داخل لعيبه النادي الاهلي، دايما عندهم الروح القتاليه العاليه اللي احنا مش مطلوب مننا غير هذه الروح وهذا الاصرار يكون كمان موجود في كاس العالم للانديه. عارفين المباريات صعبه جدا، عارفين الامور صعبه جدا جدا على الجهاز الفني على اللعيبه، لكن كمان من الناحيه الثانيه احنا بنتكلم احنا النادي الاهلي بالاصرار والعزيمه والروح القتاليه هنقبل. جماهير النادي الاهلي دايما بتقبل، ممكن تقبل الهزيمه لو شايفه اللعيبه بتموت نفسها في الملعب، لو شايفه ما حدش بيأثر من جهاز فني او لاعبين، جماهير النادي الاهلي بتقبل الهزيمه في هذه الحاله، لكن كمان جماهير النادي الاهلي كمان بتحب تشوف فرقتها كسبانه، فالمعادله ديت يا رب ان شاء الله باذن الله يعني نشوفها ان شاء الله في كاس العالم للانديه.